نروح مع بعض مشاهدينا لجولتنا في عالم تويتر وأبرز التغريدات المختارة اليوم. اخترنا لكم تغريدات أيضا لطيفة جدا. التغريدة الأولى معنا من حساب جوي: الترفيه بالتقنية الحديثة AR قسم بالله قمة في الإبداع والتطور. هذا النوع من التقنية قاعدين نشوفه مستخدم في الألعاب يعطيك دقة ووضوح عالي لدرجة تعتقد لوهلة أنه حقيقي. وزي ما احنا شايفين في الفيديو خافوا من المنظر اللي قدامهم، شايفين الأطفال كيف خايفين، ولكن بالفعل هذه التقنية طورت الكثير في عالم الترفيه. شكرا حساب جوي على هذه الأخبار الجميلة والتقنيات أيضا المطورة اللي بنعرف عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إلى التغريدة الثانية من حساب الأكثر مشاهدة، راح نشوف شيء غريب يمكن تشوفوه لأول مرة: مباراة كرة السلة ولكن هذه المرة للطيور. من ألطف مباريات صراحة كرة السلة اللي ممكن تشوفوها في حياتكم، والألطف أن الطيور نفسها مرة متحمسة على اللعب، شايفين كيف يعني في مضاربة بتصير، في يعني مشادات قاعدة تصير بينهم، من ياخذ الكرة أول ومين يدخلها، وتحسها فاهم الموضوع وماخذينه بتفاعل كبير جدا. صراحة خطير اللي فكر لهم بهذه الفكرة وخلاهم يدخلوا في أجواء مختلفة ومو متعودين عليها قبل كذا. إلى التغريدة الثالثة من حساب عبد الله السبيعي، تكلم عن ميزة جديدة موجودة على سناب شات وهي ميزة إدراج الأصوات مع التصوير، وصلت سناب ومشابهة لحد ما لتطبيق تيك توك. خلونا نشوف مع بعض هذا المقطع ولنا عودة. هلا والله، قبل مدة تكلمنا عن خبر وأن سناب يستخدم ميزة نفس اللي تستخدمها التيك توك، والآن في التجربة الآن بدأت توصل المستخدمين، ويقدر الواحد أنه يدرج أي موسيقى ويصور، أو العكس أنه يصور قبل وبعدين يدرج. الآن إذا ضغطت بتطلع لك الميوزك الترند، تقدر تتحكم فيها، تلف يمين ويسار وتقدر تشغلها، تسمعها قبل، توقفها، تلف يمين يسار، تختار المقطع اللي تبغى، وبعد ما تشغلها تبدأ التصوير. فكذا تكون مندمجة معك. الله، صراحة ميزة جميلة وأتوقع راح يستفيدون منها مدمني التصوير على سناب شات. صحيح أن التيك توك أخذ الأجواء الفترة اللي راحت، ولكن قررت سناب أنها تنافس وتدرج هذه الميزة الجديدة عندهم. يعني سناب صراحة ما خلاها في نفسكم يا جماعة، وحط لكم خاصية إدراج الصوت مع التصوير. وأخيرا إلى التغريدة الرابعة من حساب عفاف الدعجم، تكلمت عن رائدة القط في رجال ألمع المغفور لها بإذن الله فاطمة بقحاص. لاحظوا دقة وإبداع ومسميات النقش، ويسمى أيضا بالزيان، رحم الله جداتنا وأمهاتنا العظيمات. وللتوضيح، النقش منتشر في أغلب مناطق منطقة عسير، وأغلب جداتنا رائدات ولكن ما يظهرون إعلاميا ويتحفظون على شغلهم لأسبابهم الخاصة. هذا النقش يعتبر رمز من رموز منطقة عسير ومعروف بالقط، وتم استخدام نقوش القط في رسم شعار قمة العشرين لهذا العام والذي ترأسته المملكة. وقد دخل هذا النوع من النقوش من ضمن الأمور المسجلة في منظمة اليونسكو كأحد أوجه التراث في المملكة. صراحة جميل جدا بأن نشوف تراثنا يتوارثه الأجيال جيل بعد جيل، وشيء نفتخر فيه دائما. إلى التغريدة الأخيرة من حساب سعوديات مبدعات، خلونا نشوف إيش قالوا. تعيين الفارسة دلمى رشدي ملحس رئيسا للجنة الرياضيين الاستشارية لملف استضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030. نتمنى أكيد لدلما كل التوفيق ولكل من سيشارك في ملف استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030، وحنشوف الكثير من المبدعين وأصحاب المواهب من السعوديين والسعوديات مشاركين في حدث كبير جدا بإذن الله، ونحن أكيد نقول لهم كل التوفيق لكم في هذه الدورة. وهذه كانت آخر تغريداتنا لليوم، ولكن مستمرين